عصران كل سنة وانتو طيبين. المرة دي يا اعدام يا بالقليل خالص تأبيدك. بيقولوا ان التهمة لابتاه وفي ناس شافته. وحتى لو ما كانش حد شافه معاون المباحث ناويله ومبيت له. ما زمان اعترف. ده سعاده البيه المعاون حالف براس ابوه ان ما اعترف لا هينفخه. اول ما يوصل لنا خبر اكيد انه راح في داهيه ثلاثه بالله العظيم لا افرق على الناس كزوزه. يا سلام. الله بصوا. امال ايه الكلام الفارغ اللي بنسمعه ده؟ على ملكاكة مراش غير اللت والعدل. البلد فيها قانون وانتوا عارفين ان انا عمري ما بخالف القانون، صح؟ صح. وقتوي ايوه نزل لكل كدودة. حلاوة رجوع المعلم بالسلامة. تعيش يا توي. الف مرحبا. كلهم هنا من بدري. اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا يا علي. اهلا يا امال. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل. اهلا وسهلا. منورين. وادي عرفه. وادي عرفه. نعم سيدة فيبة. هات القرفه يا عرفه. عناية حار. أنا مستعدين. ست تفريدة. ست تفريدة. روح هات القرفة خلي الستات تدخل. هما مالهم لا مؤاخذة قاعدين زي ما يكونوا في جنازة كده. أهو بعد عنك اللي مهمومة واللي مكروبة واللي الهم مش عايز يسيبها. هي كل واحدة جاية تفك عن نفسها. روح هات القرفة. وهو الهم هتفك ازاي لا مؤاخذة؟ البركة في الأسياد. البركة في الأسياد. اللي هيتفك وبس. ده كله هيتفك والليله هتبقى سرسوب. القرفه فاطمه قاعده خلاص. خد النجوم مدخله جوه. جوه فين؟ جوه توت. ماشي. Thank you.
ربنا يخلينا تفيده. دايما كده مجمع الحبايب. لا مؤاخذة يعني، هما الرجالة اللي دول دلوقتي هما بقى دول الأسياد؟ بطل هلا، أعمل لهم قرفة؟ كل أسبوع قرفة، هات فتاة فاضية وتاني. هيشربوا كازوزة؟ الافندي ده والست اللي معاه داخلين جوه يعملوا ايه؟ خليك في حالك. انا وانا اقدر اساعد برضه. تساعد فيا هلتوت يا ابن الهلتوت؟ عايز تحط راسك براس الاسياد؟ هو بقى في اسياد وعبيد ما كله صح على بعضه. انا الساهل اللي جبتك. ما الخير عنده كتير، ما فيهاش حاجه لما يلودنا من الحب جانب. قطرتي قطرت ست تفيد، انا لحم ودم، هو انا خشبه؟ شايفه ده حتى ينوب فيا سواد. كنت جوه الشاويش بالذمة. طب ايه اللي بيحصل جوه يا عم؟ اللي بيحصل جوه ايه؟ ده اللي بيحصل بره.